من جدة مع الدكتورة بتول علي، استشارية أمراض الإيدز والأمراض المعدية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة بتول. ما العوامل التي تساهم في تطوير عقارات جديدة؟ ونتحدث دائما عن عقار جديدة يساعد في القضاء على مرض السرطان، اليوم نتحدث على مرض الإيدز. ألو، نعم أسمعك، نحن على الهواء. مساء الخير سيدة بتول. أهلا مساء النور. بالنسبة للعقارات الجديدة اللي بتساعد في الحفاظ على حياة الشخص وأنه يقدر يعيش حياة طبيعية تماما، بصراحة هي في تطور مستمر دائم. عندنا لحد الآن حبة واحدة يوميا للشخص المصاب، وأكثر من 30 نوع من أدوية مكافحة المرض. وحاليا في دراسات كثيرة اللي هي بتعطي المريض إبرة واحدة تقريبا كل 3 أشهر أو كل 4 أشهر، بس لسه ما نزلت للماركت لأنها تحت الدراسة. فالعقارات بالنسبة لفيروس نقص المناعة في تطور مستمر. ما العوامل التي تساهم في نجاح وجود عقارات جديدة تساعد في الشفاء؟ يعني دائما في تطور طبعا، ولكن ما العوامل التي تساعد على النجاح؟ ربما ان الواحد يتمنى انه يلاقي حاجه شافيه، لانه الى حد الان الفيروس ما له عقار شافي، ولكن مجرد انه يوقف نشاط الفيروس ويوقف تكاثره، بالتالي يصبح غير مضر بالنسبه للشخص المصاب. طيب عندما نتحدث عن هذه المكافحه والعقاقير الجديده التي تساهم فيها، هذا ينطبق على كل الحالات أم حالات معينة؟ نتحدث هنا عن كل البلدان أم لن يصل إلى كل البلدان؟ بالنسبة للأدوية الحديثة ما عندي فكرة هي وصلت أي بلد، ولكن بالنسبة لنا إحنا هنا في دول الخليج طبعا موجودة الأدوية الحديثة طبعا اللي لسه ما نزلت في الماركت لأنها تحت الدراسة. ما أعرف يعني آخر صحيح، يعني الحديثة اللي هي موجودة سيدة بتول أو اللي أجد، يعتمد على ماذا اعتمادكم عليها وتوفرها في بلدان معينة؟ ما فهمت سؤالك، عفوا. طيب هذه الأدوية عندما نتحدث عن عقاقير جديدة، تعتمدون على الدراسات التي اعتمدت في الخارج؟ يعني ليس بالضرورة أن تصل هذه العقاقير هي بالتحديد ليتم استخدامها، تعتمدون على الدراسات التي تتبع في الخارج؟ نعم، نحن نعتمد على اللي هو البروتوكولات العالمية بالذات نورث أمريكان ويوروبيان جايد لاين. طيب العناوين طبعا والأساسات في أوروبا. أنا أشكرك جزيلا على مشاركتك معنا من جدة دكتورة بتول علي، استشارية أمراض الإيدز والأمراض المعدية. شكرا.